اسهل طريقه طبعا انك ازاي تتحكم في البريزه عن طريق المفتاح، لو مثلا في المطبخ وعندك في اي مكان وعايز تتحكم عن طريق المفتاح في البريزه اللي هي موجوده جنبه. اول حاجه طبعا بنعملها بنجيب الشاسيه بتاعنا، وبعد كده بنجيب السداده. السداده طبعا بتكون في النص، والمفتاح بيكون على اليمين او على الشمال على حسب ما انت عايز. وبعدها بتكون البريزه بتاعتنا كده، احنا بنكون جمعنا الشاسيه بتاعنا والشاسيه جاهز على التقفيل، بيكون المفتاح سداده وبريزه والشاسيه، وده كده مكونات اللي هو القطعه بتاعتنا اللي احنا عايزين نجمعها. ده كده بتكون القطعه بتاعتنا. بيكون طبعا موجود عندنا 3 4 مسامير، الاربع مسامير بيكون 2 في المفتاح و2 في البريزه. بنفك طبعا المسامير بتاعتنا بالشكل ده، ويبقى خارج عندنا فردتين من البريزه او من العلبه الماجيك. الفردتين دول بيكون واحد ارضي وواحد كهرباء. لو موجود خارج عندك اكتر من كده مفيش مشكله، انت بتلحمهم مع بعضيهم لحام كويس، وبعد كده بتركب الباقي بالشكل ده. كده عندنا فردتين السلك بتوعنا، بنجيب فردتين السلك بتوعنا بنقصهم طبعا على قد المقاس اللي احنا عايزينه، وبنقشر الفردة بتاعتنا اللي هي النوترون اللي هي الارض اللي هي السوداء. وبعد كده طبعا الفردة التانية بنقصها وبناخد منها كوبري، وبنعمله علشان يكون موجود عندنا في البريزة بتاعتنا بين البريزة والمفتاح كده. تمام، احنا قصينا الفردتين بتوعنا. بنجيب البريزة بتاعتنا بالشكل ده، بندخل الكوبري فيها او فردة السلك اللي موجود عندنا فيها، وبنربطها طبعا بالدريل بتاعنا. اول مفك مفيش مشكلة، بعدها بنجيب الناحية التانية وندخلها في المفتاح، وكده عندنا الناحيتين دول خلصوا وما فيهمش اي مشاكل. وبنربط برضو الفردة التانية. كده احنا خلصنا الكوبري اللي هو موجود عندنا، وكده خلصنا مسمارين. كده بقى عندنا مسمارين تاني بس اللي هم موجودين، الارضي بنحطه في البريزة او اللي هو النوتران بنحطه في البريزة بتاعتنا. كده احنا البريزة خلصت معانا. كده بقى عندنا فردة الكهرباء. فردة الكهرباء ديت بنحطها عندنا في المفتاح، وكده طبعا بنكون قدرنا نتحكم. طبعا لما بنشغل المفتاح بنوصل كهرباء البريزة بتاعتنا، اما بنفصل المفتاح بنفصل البريزة بتاعتنا بالطريقة سهلة وبسيطة وبكل احترافية، يعني مش محتاجة وجع دماغ ولا لف كتير. بالطريقة ديت انت تقدر طبعا تكمل او يعني تركب البريزة بتاعتك وتحكم فيها عن طريق المفتاح. وطبعا بعد ما بتخلص كده بتربط المسامير بتاعتك اللي هي في الشاسيه بالشكل ده كده بكل سهولة. طبعا لو انت في مطبخ والمسمار مثلا قصير فانت هتجيب مسمار طويل وتركبه. وده كده كان الفيديو بتاع النهاردة، طريقة سهلة وطريقة بسيطة انك تقدر تتحكم في البريزة عن طريق المفتاح. وده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب الفيديو يكون عجبكم. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تدعمونا بالاعجاب الفيديو والاشتراك في القناة، وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. ولو في اي سؤال او في اي استفسار ممكن تواصل معانا على صفحتنا على الفيسبوك، هتكون موجودة في الوصف تحت، او ممكن تواصل معانا من خلال التعليقات. ولو في اي سؤال عندك او مثلا حابب تعرف اي حاجة تواصل معانا، مفيش مشكلة، موجود رقم الواتس، موجود الصفحة نفسها. سلام.